فضيحة غش العلم الألمانية فولكسفاغن بشأن كفاءة أجهزة الحد من التلوث على سياراتها المسوقة منذ مطلع العام الجاري تأخذ منحنى عالمي خطير بالنسبة للشركة. الحكومة الإيطالية تعلن الثلاثاء عن فتح تحقيق محلي حول كفاءة الأجهزة، فيما طلب في نفس الوقت وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان بضرورة فتح تحقيق أوروبي يشمل كافة دول الاتحاد. من جانبها لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية التي فجرت الفضيحة في الوقت الراهن أي إجراءات قضائية في هذا الشأن، خلافا لكوريا الجنوبية التي قامت باستدعاء ممثلي العلامة الألمانية لتحقيق في القضية. العملاق الألماني لتصنيع وتسويق السيارات أكد أن هذا التطبيق البرمجي المغشوش يخص 11 مليون سيارة في العالم.